تفضلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الصيانة بدت عندنا وبدت تتأزم. احنا لحد الآن نقول لكم بنرحب فيكم أهلا وسهلا، بس بجوز أنا بعد فترة أحكي لكم لازم تأخذ موعد، لأنه يا دوبك نخلص وفي جايات ماكينات كمان من الجميع أنحاء المحافظات، وفي بدنا نطلع نجيب ماكينات نربطها اليومين. هاي عندك، هاي إجت الماكينة لشخص بده يسوي لها صيانة، وهي عندك هاي الماكينة، هاي عندك هاي الماكينة، وفي عندكم كمان هاي ماكينة البوظة، في عندكم هاي كمان ماكينة البوظة خربانة، وعندكم هاي الماكينة خربانة لهم شغل، على إنه كمان المشغل انتهى، وهون تشوفوا المكتب كمان صرنا نحط في المكتب الماكينات اللي بدها صيانة، وفي شيء سوينا له صيانة وغلفناه يعني جاهز. فما بعرف انتوا امتى بدكم تجيبوا الماكينات للصيانه، اليوم بكره؟ لحد الان مفتوح ما في مواعيد، بس انا اعتقد بعد اسبوعين من السنه اقول لك لازم تحجز موعد. جيب ماكينتك واهلا وسهلا فيك، وعماد ابو غوش يبدا عندما يعجز الاخرون.